مسك الختام هو السعادة والجوائز والفايزين، الفايزين اللي احنا بنحددهم عن طريق السحب للاحتفالية الكبرى اللي عملها شركة رنين بالشراكة والتعاون مع شبكة تلفزيون النهار خلال شهر مارس، شهر المرأة المصرية والأم المصرية والزوجة والبنت كمان، الحملة والكرنفال اللي تحت عنوان ملكيش مثيل زي ما انتم شايفين كده في البوستر الكبير اللي موجود على الشاشة اللي له علاقة بالأسرة المصرية اللي أساسها وعمود الخيمة فيها هي الأم والزوجة والته المربوطة اللي ربنا يخليها لنا دايما. عودناكم كل يوم على مجموعة من الفائزين ومجموعة من الجوائز اللي دي نماذج منها، مغارة علي بابا دايما اللي بتفتح أبوابها بكتير من الجوائز، شاشات وتلاجات وغسالات وبوتاجازات وشاشات وخلطات ومش عارف كل ما يلزم البيت المصري والأسرة المصرية. النهاردة معادنا مع أحب على جايزتين، معانا النهاردة شاشة تلفزيون ومعانا بوتاجاز. هنروح بسرعة عشان ما نخليش الفائزين والسعداء إن شاء الله ينتظروا كتير، هنقلب كده عشان البركة تبقى في الحركة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ونجيب من تحت اهو من غير ما نشوف أي حاجة، وعلى الله الاتكال. دي ايه، تحبوا الشاشه ولا البوتاجاز؟ الشاشه ولا البوتاجاز؟ الشاشه ولا البوتاجاز؟ خلينا في البوتاجاز. بوتاجاز رقم اجمد اقطع 9513. استنى اهي 9513. الاستاذ يوسف شريف حسن، الأستاذ يوسف شريف حسن، رقم 9513، الأستاذ يوسف شريف حسن كسب معانا. احنا قلنا البوتاجاز مظبوط، مبروك عليك يا أستاذ يوسف البوتاجاز، وتطبخ عليه كل ما لذ وطاب إن شاء الله من المأكولات أنت وأسرتك السعيدة يا رب. السحب على الجائزة التانية اللي هي شاشة تلفزيون فريش، صح؟ طيب نجيب من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي تصدق الورق اللي وقعت مني التانية دي زعلت، بس خلاص بقى اللي مسكت في الايد رزق وحظ. الشاشة التلفزيون الفريش صاحب الحظ السعيد او صاحبة الحظ السعيد، لسه ما عملش حاجة. 11 91 1191 رقم الفائز او رقم الفائزة بالشاشة التلفزيون 32 بوصة فريش اللي اسمه او اسمها اسلام جمال احمد. استاذ اسلام جمال احمد مليون مبروك، شاشة تلفزيون فريش 32 بوصة. هخلي معايا الارقام عشان نسلمها للسادة مندوبي شركة رنين عشان يكلموا حضراتكم بعد الحلقة مباشرة على التليفون ويأكد لكم استلامكم للجوائز وينسقوا معاكم طريقة وشكل ومكان وموعد استلام الجوائز. مليون مبروك لإسلام، واللي قبلها كان اسمه ايه؟ اسمه ايه اللي كان قبله؟ ده اسلام جمال، اللي قبله يوسف، صح الأستاذ يوسف. مليون مبروك للأستاذ يوسف ومليون مبروك للأستاذ شريف. مين اللي معانا؟ يوسف معانا على التليفون؟ طيب يا أستاذ يوسف. أيوه كده استنى يا أستاذ. حلوة. أهلاً، ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. عندك كام سنه؟ انا عندي 17. كم؟ 17. بس صوتك اصغر من كده. بسم الله ما شاء الله. قول لي بقى انت كسبت يوسف اللي كسب البوتاجاز، صح؟ البوتاجاز لماما. مليون مبروك. هتدي البوتاجاز لمين يا يوسف؟ لماما. ربنا يكرمك. ودي بتهيالي اغلى هديه، واحنا كده وفرنا لك يا عم هديه عيد الام. شكرا. تسلم والله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. تخلص التليفون وتجري على والدتك تعمل ايه؟ احضنها ابوس رجليها وابوس. وانت هتديها البوتاجاز ولا هتضرب بوتاجاز؟ وانا هستلمه ازاي؟ هيكلموك في رنين دلوقتي حالا بعد ما اقفل معاك ويقول لك هتستلمه ازاي وفين. الف هنا وشفا، وتطبخوا احلى اكل، بس انتوا ما تنسوش تعزمونا. يلا حبيبي يا يوسف، شكرا جزيلا. هدفع في فلوس؟ مين؟ فلوس ولا هو مجاني؟ ايه هو اللي فلوس ولا مجاني؟ ايه؟ عايز ايه اللي في الفلوس ولا مجاني ولا ايه هو؟ انا عايز مجاني طبعا.
ايوه البوتاجاز مجاني. هديه يا ابني، وحد هديك هديه ياخد فلوس؟ ما تقلقش يا جميل ولا مليم. حبيبي مبروك يا يوسف. يعني الراجل مقروص الظاهر ده اللي كده حصل معاك جلاشه. معانا مين؟ اسلام اللي كسب الشاش. طيب استاذ اسلام، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء الفل يا جميل. مساء الفل يا استاذ. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ورمضان كريم عليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب والاسره الكريمه كلها بخير يا رب. قول لي مسحت البارك او الكيو ار كود امتى؟ مش متذكر، بس في اللحظه اللي كان فيها الاعلان مباشر. الوقت الاعلان كان مباشر، حضرتك مسحت الكيو ار كود. اوكي. وكان عندك امل ولا قلت زي ما تيجي؟ لا كان عندي امل ان شاء الله. طيب الحمد لله، املك في ربنا كبير، والنهارده انت كسبت بالله. الحمد لله. شاشه التلفزيون 32 بوصه، اتفرج بقى فيها على ايه؟ على ايه؟ ايه اللي تفتكر؟ مين اللي مكسبك؟ حضرتك بس غلبتك، ما تغيرش اخر النهار. اكيد طبعا. حبيبي يا سلم، تتهنى بالخير يا رب، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك يا رب باذن الله. يا رب علينا وعلى الاسره الكريمه يا رب، وعلى امه محمد لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هيتفضلوا معاك بعد ما اقفل معاك زملائنا في شركه رنين عشان يبلغوك بشكل ومعاد ومكان التسليم. شكرا يا استاذ اسلام. قال بيسالني اتفرج على ايه؟ اتفرج على كرتون. شكرا لاسلام، وشكرا ليوسف، وعقبال عشرات الفايزين والفايزات كمان بمهرجان رنين اللي تحت عنوان ملكيش مثيل.